مؤسسة الفكر العربي وشركة إنتل تقدمان مبادرة نشر التعليم الرقمي في البلدان العربية. إنجاز المرحلة الأولى في لبنان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي. تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي على اختيار 9 مدارس لتجهيزها ب560 حاسبا تعليميا. وقام صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل ممثلا أعضاء مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي بجولة ميدانية إلى مدرسة التباريس الرسمية المستفيدة من الهبة. وتفقد الصفوف التي تم تجهيزها وتحدث إلى التلامذة وطلع على كيفية تعاطيهم مع الأجهزة وارتياحهم إلى التقدم الذي يحسون به. وكذلك اطلع على تعاطي الأساتذة المدربين ومراقبة عمل كل تلميذ من خلال جهاز مركزي في الصف. هلما كل الدرس عم بتعلم اشياء جديدة كمان. انتقل مع الوفد المرافق إلى وزارة التربية حيث عقد مؤتمرا صحفيا مع معالي الوزيرة السيدة بهية الحريري. هذه الهبة هي جزء من هبة أشمل تطال العديد من الدول العربية إيمانا من رئيس المؤسسة وأعضاء مجلس الأمناء على أهمية التعليم في عملية النهوض والتقدم. أبدى الحضور ارتياحهم لنجاح التجربة الأولى. هي مسؤولية يعني كل واحد معه الكمبيوتر تبعه وبتحسيهم مسؤولين أكثر مبهورين يعني هنا مبسوطين بالبروجرام أكثر يعني منا لحد. كما تم إعلان إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة في لبنان وعن هبة مماثلة في المملكة الأردنية الهاشمية ليصل العدد الإجمالي إلى 2240 حاسوبا. الأمير خالد الفيصل رئيس المؤسسة كان في الواقع حريص جدا على إعطاء هذا المشروع فرصة للنجاح. كل أعضاء مجلس الأمناء في الحقيقة منهم من تبرع وهذه الهبة هي في الواقع حصيلة تبرعات أعضاء مجلس الأمناء في المؤسسة. وتحتم علينا المسؤولية استكمال العمل من أجل تعليم التلاميذ في سن مبكرة وتزويدهم بما يلزم من المعرفة ليتميزوا في سوق العمل المستقبلية على أمل أن يشكل هذا النجاح نموذجا وحافزا للقطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأهلية للتمثل بهذه المبادرة من أجل نشر التعليم الرقمي في جميع أنحاء الأمة العربية.